نعم كوثر، في هذه الأثناء تتجدد الغارات الإسرائيلية الجوية والقصف المدفع على مناطق متفرقة من مدينة غزة والتي تركزت في المناطق الغربية تحديدا في تل الهوى وحي الزيتون في المنطقة الشرقية. قبل قليل سمع دوي انفجار ضخم، هذا الانفجار ناجم عن استهداف ربما يكون منزل مأهول بالسكان. كنا قبل قليل نتواجد في منزل عائلة الأشقر والذي تم استهدافه الليلة الماضية بشكل مباشر من قبل الطائرات الحربية، وقبل قليل تم انتشال عدد من الشهداء، ما يقارب 4 شهداء تم انتشالهم على عربة يجرها حيوان، تم نقلهم إلى مجمع الشفاء الطبي أو النقاط الصحية. ننوه أن سيارات الدفاع المدني والسيارات الإسعاف لا تستطيع الخروج من داخل مجمع الشفاء الطبي والذهاب إلى الأماكن المستهدفة والذي يتم استهدافها من قبل الطائرات الحربية، ويقوم المواطنون بنقل الشهداء ونقل الجرحى والإصابات من أماكن الاستهدافات الإسرائيلية الأخيرة عبر عربة يجرها حيوان، ومن ثم يتوجهون إلى مجمع الشفاء الطبي رغم كل المخاطر التي تحيط في هذا المجمع وما يحيطه وكذلك المستشفيات القريبة. الليلة الماضية تم استهداف أيضا عدد كبير من الأراضي الزراعية في حي الزيتون وحي الشجعية في المناطق الشرقية. أيضا بدأت في هذه اللحظات حركة المواطنين بالخروج في الشوارع والشوارع الرئيسية والفرعية، يتوجهون في هذه الأثناء إلى المناطق الجنوبية الشرقية لحي الزيتون تحديدا مفترق دولة من أجل استمرارية النقل، من أجل استمرارية الذهاب إلى الجنوب باعتباره مناطق آمنة. ولكن خلال الساعات القليلة الماضية شاهدنا أن الاستهدافات الإسرائيلية في كل مكان، وتركز حقيقة غارات حتى هذه اللحظة هناك اشتباكات مسلحة. نعم نحن نتابع صورها مباشرة معك تامر على الهواء. بالفعل تتجدد الغارات الإسرائيلية وتستمر وتكاد لا تتوقف بشكل مستمر، هذه في المناطق الغربية لمدينة غزة تحديدا في تل الهوى. هذه الصور التي تشاهدونها تحديدا في تل الهوى وكذلك في محيط المستشفيات، تتحدث عن مجمع الشفاء الطبي ومستشفى الرنتيسي والعيون والنصر وغيرها، وكذلك في المناطق الشرقية للمدينة. أنا تواجد الآن على شارع صلاح الدين تحديدا في مفترق أو فرق دولة والذي يعتبر نقطة وصل ما بين محافظة الشمال ومحافظة الجنوب. سيارات تقوم بنقل النازحين وعربات يجرها حمار. العربات التي يجرها حيوانات هي من تقوم بكثرة بنقل المواطنين، ومن ثم يتم وضع المواطنين أو يعني إنزالهم عند مفترق دولة، ومن ثم يقوم المواطنين بالمشي قدما نحو الجنوب ونحو دوار الكويت ومن ثم مفترق الشهداء الكريم. وننوه أن طيلة هذه المسافة أو يتواجد عدد من الدبابات الإسرائيلية والآليات وكذلك جنود الجيش الإسرائيلي، حركة نشطة منذ ما يقارب 15 دقيقة باعتبارها هذه الوقت المسموح به بالتنقل بحسب الجيش الإسرائيلي وبحسب بيانات الجيش الإسرائيلي، أي من الساعة 9 إلى 4 عصرا لكي يتم نقل المواطنين والنازحين من مناطق شمال القطاع ومدينة غزة إلى الجنوب. ننوه أن حتى هذه اللحظة تسمع أصوات وأصوات انفجارات ضخمة وقصف مدفعي وتحليق مكثف، وشاهدنا قبل قليل الطائرات الأباتشي وهي تطلق الرصاص بكثافة وكذلك الطائرات الكواد كوبتر تطلق الرصاص، ومن ثم تغير الطائرات الحربية إلى الأماكن المستهدفة. نحن لا زلنا نتواجد في الميدان ورغم ما يحيطنا من مخاطر تحديدا في مدينة غزة، نتحدث عن هذه المدينة التي تم تدمير أعداد كبيرة من المباني والمحال التجارية والمخابز والمصانع. الآن ربما تستمعون هذا الانفجار نعم نستمع جديد. ونرى ونتابع مباشرة
من خلال هذه الصور، ومعك أيضا استمعنا إلى أصوات هذه الغارات المتجددة تامر. نعم كوثر، نعم هذه انفجارات قريبة جدا منا على ما يبدو في شارع رقم 8 وتحديدا في محيط مسجد علي بن أبي طالب. لم تعرف ما هي تلك الغارات الإسرائيلية، ولكن بطبيعة الحال تكون لمنازل ولأراضٍ زراعية ومحلات تجارية، وربما استهداف الشوارع الرئيسية والشوارع الفرعية في ظل الحديث عن تقدم للدبابات العسكرية الإسرائيلية وكذلك لقوات الجيش. وهناك ما بين وقت وآخر تسمع اشتباكات عنيفة، هذه الاشتباكات تدور ما بين عناصر المقاومة الفلسطينية وقوات الجيش، والتي تركزت كما تحدثت في محيط المستشفيات. نتحدث عن مستشفى القدس الواقع في منطقة سل الهوى قرب مدينة غزة، وكذلك في مجمع الشفاء الطبي الذي أصبح يعني لا أحد يعلم ماذا يجري في أروقة هذا المستشفى. وخلال الأيام القليلة الماضية تم تكثيف الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مباني داخل مجمع الشفاء الطبي والساحات، واستهداف مباشر للطواقم الطبية والطواقم الصحفية التي كانت تنقل من داخل مجمع الشفاء الطبي، ليتم تفريغ المجمع بشكل كامل من الصحفيين وعدد كبير من النازحين. نشاهد كمية حقيقة المركبات والكرات التي العربات التي يجرها حيوان بشكل كبير، يعني استئناف حركة تنقل المواطنين رغم المخاطر التي تحيط بهم. ننوه كوثر أن القوات الإسرائيلية وقوات الجيش والطائرات تقوم أيضا ما بين وقت وآخر باستهداف نقاط قريبة من النازحين، وهذا ربما يدلل على أن كل شيء في غزة مراقب بالنسبة من الجيش الإسرائيلي، وأن كل الفلسطينيين والمدنيين هم تحت مرمى النار. هذه الغارة نشاهدها الآن، نشاهد هذه أعمدة الدخان كما تحدثنا أنها قريبة من جامع علي في شارع رقم 8 حي تل الهوى غرب مدينة غزة. نشاهد الآن أعمدة الدخان تتصاعد، وكذلك في المناطق القريبة من مجمع الصالات إن صح التعبير قرب مفترق دولة، نشاهد حركة كبيرة من المواطنين يتنقلون، حركة أيضا غارات إسرائيلية كوثر حتى هذه اللحظة متواصلة. حقيقة المشاهد التي نشاهدها الآن صعبة جدا للغاية، حالة من الخوف، حالة من التوتر الشديد. وهي هنا بحسب الصور التي نتابع تامر، يعني هذه المناطق المستهدفة في هذه الأثناء وفي هذه الدقائق هي يعني مناطق استهدفت سابقا وهناك يعني دمار هائل بها. بالفعل تركزت الغارات الإسرائيلية في المناطق التي تم استهدافها مرارا وتكرارا من الطائرات الحربية والقصف المدفعي. نتحدث عن سل الهوى الذي تم تدمير أجزاء كبيرة منه بشكل كامل، وأبراج تم نسفها ومسحها بالأرض، وكذلك بنايات، وكذلك أيضا المقار والمؤسسات والمدارس حقيقة التي كانت على مقربة من مستشفى أصدقاء المريض في شارع الشهداء. كذلك تم استهداف عدد كبير من المدارس التي تحوي على آلاف من النازحين، وهذه رسالة تريد إسرائيل أن توجهها للنازحين، عليكم بالخروج فورا من تلك المدارس والذهاب نحو الجنوب أو المناطق تحديدا اليرموك والمناطق الشرقية تحديدا في حي التفاح وغيرها من تلك المناطق. نشاهد أيضا تمر نستمع أيضا إلى حركة كثيفة من حولك، لو تصف لنا الوضع لديك وأنت يعني سبق وذكرت أنك متواجد بشارع صلاح الدين، أليس كذلك؟ بالفعل كوثر، أنا الآن أقف تماما على دوار دولة، ونشاهد كميات كبيرة من العربات التي يجرها حيوان والسيارات المدنية التي تنقل عشرات ربما آلاف من المواطنين، يتم نقلهم إلى الجنوب وتحديدا إيصالهم إلى دوار الكويت. نحاول يعني أخذ آراء أو أخذ مقابلات مع
الأشخاص أو الناس الذين يتواجدون، ولكن كوثر لهول المشهد ونتيجة لعدم توفر الوقت لدى كثير منهم، لأن العربات تقوم بنقل المواطنين المدنيين ومن ثم تعاود لنقل مزيد من الذين يتواجدون والذين يسيرون على الأقدام. تخيلي كوثر بالأمس مشينا على الأقدام والقصف يحيطنا من كل مكان، والطائرات وطائرات الاستطلاع تحلق بشكل كبير جدا، يعني رغم المخاطر التي كانت تحيط. هناك أيضا استهدافات مباشرة يعني نوعا ما للنازحين وبينما هم يتنقلون. بالفعل كوثر كانت هناك استهدافات مباشرة ليس للنازحين ولكن للشوارع التي تحيط بالنازحين، والشظايا التي خرجت من تلك الاستهدافات سقطت على بعض النازحين وتم تسجيل عدد من الشهداء وعدد أيضا من الإصابات. ننوه أن جميع النازحين هم من النساء والأطفال والمرضى كبار السن. نحن الآن نقترب في طريق الآن سيرا على الأقدام في طريق إلى دوار الكويت، وهو يعتبر النقطة النهائية أو الفاصلة التي يتم إنزال النازحين والمدنيين من تلك من المناطق الشمالية ومدينة غزة، ومن ثم يسيرون مشيا على الأقدام صوب مفترق الشهداء أو نت كريم. وننوه بحسب بعض المواطنين وبعض الذين تحدثوا لنا قالوا أن الدبابات الإسرائيلية تعمل أو تضع حاجزا أو بوابة، شكلت بوابة من الدبابات الإسرائيلية المدفعين مقابل بعضهم البعض كبوابة يتم إدخال آلاف من النازحين المواطنين إلى تلك المنطقة. أتحدث إليك كوثر ونشاهد الدمار الكبير الذي نواجهه، منازل بأكملها مدمرة ونحن نتابع من خلال صور معنا تامر حجم السحب التي تظهر حجم هذه الغارات الإسرائيلية التي تستهدف مناطق متفرقة في هذه الأثناء بغزة. بالفعل هذه أعمدة الدخان حتى هذه اللحظة لا زالت يعني تعطق أو تمتلئ في السماء وفي المناطق الشرقية والغربية للمدينة، ونشاهد كمية الدمار الكبير الذي تشكل. وننوه أيضا أن عملية القصف الإسرائيلي المتواصلة والمستمرة حتى هذه اللحظة ناجمة عن تقدم ربما للدبابات والآليات، لأن عملية تقوم الدبابات الإسرائيلية المتمركزة في العديد من المحاور سواء كانت الغربية أو الشمالية الغربية وما يحيط المستشفيات، تقوم بتدمير كل شيء أمامها سواء كان منزل أو شارع أو أشخاص أو أي أحد يتحرك يتم استهدافه، ومن ثم تتقدم وتنسحب. هذه هي الشاكلة. نلاحظ السيارات المدنية يتم إنزال المواطنين على لفة السوافيري. أنا أتواجد الآن على لفة السوافيري بعد دوار دولة، وتوجه سيرا على الأقدام ناحية دوار الكويت. دوار الكويت أنوه أنه واقع ما بين سوق السيارات القديم وشارع رقم 10. شارع رقم 10 كانت تتواجد فعليا الدبابات والآليات العسكرية فيه، وتم إدخاله تدمير عدد كبير من المنازل المتواجدة في شارع رقم 10، وأيضا توجهت تلك الدبابات الإسرائيلية إلى منطقة الشيخ جليل غرب مدينة غزة ومفترق الأندلس أو مفترق النابلسي عفوا مفترق النابلسي في شارع الرشيد شارع البحر. نشاهد حقيقة كميات كبيرة، المواطنون يرفعون الراية البيضاء العلم الأبيض يعني استجابة ربما للجيش الإسرائيلي نتيجة لكي لا يتم استهدافهم، ورغم كل ذلك يتم استهدافهم. هناك مجهود يعني جسدي يبذل خلال هذه عمليات النزوح، و يعني من المعروف نقص الماء والغذاء أيضا، يعني كيف تدبر الأمور في هذا الشأن؟ تخيلي كوثر أن رغم الجهود الجسدية وحركة المشي الطويلة التي
يقوم بها المواطن المدني في غزة، وهو يحمل بعض ما تيسر من الشناتي والأغراض الهامة. ننوه أن إسرائيل لا تسمح للمواطنين بانتشال الحرامات والفرشات، بل فقط شنطة أو شنطتين يتم وضع الأوراق الهامة وبعض ملابس الأطفال لكي تقيهم شدة البرد في الليل. تخيل بالأمس بعض المواطنين الذين خرجوا من مجمع الشفاء الطبي الساعة 9 صباحا وصلوا المحافظات الوسطى بعد صلاة العشاء. تخيل إلى كمية الوقت وكمية الجهود التي بذلوها تلك المواطنون، وتخيل هول المشهد والقصف الذي يحيطهم من كل مكان. نشاهد عربات جديدة يتم نقلها. نحن اقتربنا من مسجد أرض الرباط والذي تم أيضا تدميره وقصفه وجزء كبير منه، وكذلك المنازل المجاورة له. هناك حركة كبيرة، يعني نحن نتوجه إلى هذه المنطقة رغم المخاطر التي تحيط بنا، ونحاول أن نوثق الصورة التي نحن نعيشها في مدينة غزة، هذه المدينة التي حقيقة لا زالت حتى هذه اللحظة الغارات الإسرائيلية متواصلة والقصف الإسرائيلي متواصل. حاولنا كوثر مرارا وتكرارا الحديث مع المدنيين والنازحين الذين يخرجوا أو خرجوا من منازلهم ومن أماكن النزوح. نتحدث عن مدارس الوكالة في مدينة غزة، هي أصبحت بكل صدق غير آمنة ويتم استهدافها، حتى المستشفيات يتم استهدافها. أي أن إسرائيل فوق القانون، أن إسرائيل لا أحد يستطيع إيقافها من ارتكاب المجازر، الطواقم الطبية، المسعفين. تخيل أيضا بحسب المصادر التي تحدثت لنا، قالت أن إسرائيل قامت باحتجاز وبعض المسعفين الذين كانوا يتوجهون برفقة عوائلهم إلى المحافظات الجنوبية. أي بمعنى أن الكل الفلسطيني هنا مستهدف. نشاهد كمية الدمار المتواجدة حقيقة في هذه المنطقة. هذه المنطقة تقع في جنوب شرق حي الزيتون، وهذا الحي الذي يعتبر أكبر أحياء المدينة. أشاهد عشرات بل مئات من المواطنين يسيرون في هذه الأثناء سيرا على الأقدام. وضع جدا كارثي. كوثر، لا ماء، لا كهرباء، لا إنترنت، صعوبة في التواصل مع بعضنا البعض. هناك مخاطرة شديدة، ربما إسرائيل تريد من خلال سحق أو تخويف الصحفيين والطواقم الطبية، والتي تمت بالفعل وانسحبنا من مجمع الشفاء الطبي، تريد أن يعني تمارس العنف وتستهدف المباني وتستهدف المستشفيات لكي لا أحد يغطي ما يجري الآن في مجمع الشفاء الطبي ومستشفى الرنتيسي ومستشفى النصر، وبالتالي ترتكب مزيدا من المجازر بحق، تخيل، بحق الجرحى، بحق الشهداء، حتى الشهداء الذين يتم إلقائهم في ثلاجة الموتى. تخيل منذ يومين وشهداء متواجدين في ثلاجة الموتى داخل مجمع الشفاء الطبي، لا أحد من عوائلهم يستطيع إخراجهم ودفنهم لمواراتهم الثرى نتيجة الاستهدافات الإسرائيلية ونتيجة التواجد الإسرائيلي الذي يكون قريب من تلك المنطقة، وكذلك نتيجة إطلاق النار المباشر. في هذا الشأن تحديدا يعني، وبحسب الصحة الفلسطينية، تم الإعلان عن أن أكثر من 100 جثة هي ملقاة على الأرض أمام مستشفى الشفاء، كما أن سيارات الإسعاف عاجزة عن الحركة بسبب استمرار القصف الذي يستهدف مجمع الشفاء وأيضا المناطق المجاورة له. هذا كوثر ما أكدناه في قبل قليل وشاهدناه في عيوننا، أن جثث كثر ملقاة على الأرض لا أحد يستطيع انتشالهم. وقبل قليل كنا في منزل الأشقر
في مقابل مسجد الأبرار في حي الزيتون شارع كشكو، والذي تم تدميره، وشاهدنا كيف يقوم المواطنين بانتشال الشهداء، ما يزيد عن 4 شهداء وعدد من الإصابات، على عربة يجرها حيوان. تخيلي أن الوضع جدا خطير، سيارات الإسعاف لا تستطيع حتى التنقل في الشوارع في مدينة غزة، ويتم استهدافها بشكل مباشر من قبل الجيش الإسرائيلي. اقتربنا جدا من دوار الكويت، يعني ما يقارب 50 متر فقط تفصلنا عن ذلك تلك المنطقة. كميات كبيرة، مشاهد يعني تذكرنا بأيام الهجرة في عام 1948، مشاهد تتكرر ولكن في هذه 2023. تخيل كمية المأساة التي تحيط بالمواطنين وتحيط بأبناء الشعب الفلسطيني، الذي يتواجد عربات كثر يجرها حيوان، سيارات كثر، منازل مدمرة، مساجد مدمرة، محال تجارية مدمرة، الكل الفلسطيني هنا مستهدف، الكل الفلسطيني هنا حقيقة مستهدف ويتعرض إلى الخطر الشديد والاستهدافات الإسرائيلية. أنا يعني نحن الآن تواجد مقابل مخبز اليازجي، وهذا المخبز الذي تعرض محيطه لاستهداف وغارات إسرائيلية مكثفة. نشاهد كمية العربات التي يجرها حيوان، والتي تنقل باعتبارها أصبحت الوسيلة الآمنة للفلسطينيين، وأن المركبات لم تعد آمنة، وأن سيارات الإسعاف والدفاع المدني لم تعد آمنة في تنقلهم وحتى حمايتهم. الكل هنا ينتظر. تخيلي المشاهد. أنا كنت أتمنى أن نستطيع نقل هذه الرسالة بالصوت والصورة لكي يرى المشاهد يعني صعوبة المشاهد التي نراها. هي تصلنا بكل تأكيد تامر بوصفك لما تشهده أنت الآن وتراه حولك،